ومن القصص العجيب في هذا الباب قصة إسلام والد أبي بكر الصديق. ووالد أبو بكر الصديق إسلامه كان متأخرا، فلم يسلم إلا في عام الفتح، وكان إسلامه في مكة. فبعد الفتح ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده، وكان لم يسلم بعد، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعره أبيض كأنه ثغامة، لحيته ورأسه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذا له تأثيره في القلوب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر، لوالد أبي بكر: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الشهادة. بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ فقال رضي الله عنه: لأن تكون يد عمك مكان يدي والدي ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي. لكن لله سبحانه وتعالى في خلقه الحكمة البالغة. لكن هذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، أن أمر الهداية إلى الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.